فاللي ما يعرفش عن متلازمة هافانا هنحكي معاكم كده أو مع المحلل السياسي ماك شرقاوي اللي معانا من نيويورك، وممكن يقول لنا تفاصيل أكتر وأعمق إحنا بالقراءة البعيدة كده ما كناش نعرفها، إزاي النظرية دي كانت مسيطرة والنهاردة إزاي الكلام اتغير. مساء الخير عليك أولا أستاذ ماك. أهلا، مساء الخير عليك يا دينا، ومساء الخير على جمهورك الكريم في كل ربوع مصر الأمة العربية. ثانك يو، اهلا بيك ومنور التلفزيون المصري. انا عايز اسالك، الله يبارك في عمرك، عايز اسالك قبل ما نتكلم النهارده في اللي حصل وفي انه الاستخبارات بتنفي انه اي في شبهه مؤامره، يعني هو الى اي مدى كان المجتمع السياسي الامريكي مصدق في متلازمه هافانا، والى اي مدى انت بتشوفها كمحلل سياسي كان فيها جزء منطقي؟ طيب الاول خلينا نقول ان تقرير السي اي اي اللي طلع قال ايه؟ قال اغلب الحالات بالمرض الغريب انه في 1000 حاله اصلا، ما هماش واحد ولا اثنين، منهم 200 فعلا سابت اثار عليهم. قالت ان ما فيش سبب من دوله اجنبيه. ده مش معناه انه ما فيش اصلا يعني متلازمه هافانا. هو بدا فعلا في هافانا وبدا بموظفين للسفاره الامريكيه والكنديه في العاصمه الكوبيه هافانا. كان في كوريا الاول، يعني بدات الاعراض دي في العاصمه الكوريه الاول. هو اول حاجه طلعت يعني انتشرت بعد ما موظفين كوبا، واخد بالك، السفاره الامريكيه، وبعدين السفاره الامريكيه خلصت الى الحد الادنى في السفاره الامريكيه في هافانا. وكان طبعا انتوا عارفين ان اول من رجع العلاقات الدبلوماسيه كان اوباما، يعني رجع العلاقات الامريكيه الكوبيه في على مستوى التمثيل الدبلوماسي، وده كان يعني بيقابل معارضه كبيره جدا جوه كوبا وايضا جوه الولايات المتحده الامريكيه. وطبعا وبعد كده حصل الموضوع بتاع السفاره الكوريه، وحصل في اكثر من مجال، في كمان في افريقيا وفي جزء في اوروبا. ومش كده وبس، بعض عملاء السي اي اي اللي هم يعني الجواسيس الامريكان تم استهدافهم، وهم كانوا بيتكلموا في دول في جنوب امريكا اللاتينيه وفي اوروبا، بيتكلموا عن كيفيه مكافحه التوغل وتزايد النفوذ الروسي في هذه المناطق. يعني مش بس موظفين دبلوماسيين، كمان تم استهداف برضو موظفين من السي اي اي او العملاء او الجواسيس الامريكان. فاحنا ما نقدرش نقول انها مش موجوده، ولكن ما نقدرش نقول ان دي من نظريه مؤامره، ونظريه المؤامره دي يعني بنحكمها ونحبكها ان دوله ما بتمارس هذا العمل. حتى سنودن اللي معروف عنه ان هو يعني يعني يعتبر مارس الخيانه العظمى وخان الامانه اللي هو كان موجود فيه، يعني كان متعاقد مع الاستخبارات الامريكيه، طلع تصريح بعد تصريح السي اي اي بيقول يعني لمن كتب 360 الف مقاله عليكم ان تتخذوا بعض الوقت للراحه. يعني معناها بالمصر كده او بالبلدي اتبطوا، قفلوا على الموضوع شويه يعني. لكن السي اي اي ما قالتش ان ما فيش حاجه، قالت ان ما هياش يعني مقصوده من دوله بعينها، ما هياش مدفوعه باهداف تقصد الضرر مثلا بموظفين امريكيين. لكن هي سببها ايه؟ يعني لانه احنا عايز اسال حضرتك في دي، لانه قرينا كتير من التحليلات اللي بتقول دي موجات صوتيه او موجات قصيره، المايكروويفز يعني. فسببها ايه؟ يعني هل هي مرتبطه بالبلاد؟ هل مرتبطه باستخداماتهم؟ العلم وصل لحاجات غير عاديه كده. يعني انا اقدر اقول لك ان في مسجل صوت ممكن يتوجه في بيم معين كده يطلع يسجل على مسافه 100 متر اللي انت بتقوليه بمنتهى الوضوح، وهو قاعد بعيد عن 100 متر عنك، مجرد معاه مسدس بيوجهه زي رادار صغير كده يوجهه للصوت. فاستخدام الموجات دي العلم تقدم فيها جدا طبعا، وممكن جدا ان يكون النظريه دي نظريه حقيقيه، طبعا لا انا لا اؤكدها ولا انفيها، ولكن فعلا ممكن يكون في تقدم. وبعدين الاعراض اللي الناس اشتكوا منها، قالوا حسوا بعضهم سمع طنين، بعضهم سمع صوت زي تكسير المعادن، بعضهم سمع صوت زي صرير قوي حتى لو غطى ودانه ما بيقدرش ان هو يوقفه، وبعدهم حسوا وقالوا انهم حسوا بضغط كبير في الجمجمه بالظبط، واعراض من الاعياء الكامل بعد التعرض لهذه الحالات. وبعدين طب سؤال، ليه بس موظفين السفاره الامريكيه؟ ما فيش حد اشتكى تاني؟
من المنطقه المحيطه. ما هو الموضوع ما هو علشان كده كان في شيء عام يعني، وده اللي عايز اشارك حضرتك بيه، انه عشان كده مثلا السفاره الامريكيه في روسيا قيل كده انه كان في موجات موجهه الى الدور الرابع والخامس فيها تحديدا عشان تسبب الاعراض دي عند الموظفين اللي مواقعهم حساسه. كل الكلام ده الاستخبارات الامريكيه نفته؟ هو الاستخبارات الامريكيه اعتقد انها يعني في بعض الاحوال، ويعني ده انا شفته على مدار ال 20 سنه اللي انا قعدتهم في امريكا، اما بيكونوا بيحاولوا يصرفوا النظر عن موضوع يبقى هم بيدوروا على اصول وجذور للموضوع في اماكن اخرى. وفي بعض الاحوال ممكن يكون اجراء من اجراءات التحقيق او اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات اللي هو بيدي البحبوحه للي بيرتكب هذا العمل او بيعمله انه يحس بنوع من الارتياح ان هناك عدم تتبع. ولكن لا اعتقد ابدا ان يعني بنسبه 100% هذا غير حقيقي. وايضا لا اعتقد ان هو يعني حروب ما بين اجهزه مخابرات، وان صح الكلام ده هتبقى كارثه، لان يعني استخدام موجات غير مرئيه ومن ابعاد مختلفه ومن اماكن مختلفه لاستهداف يعني الاخرين، ده بالتاكيد ممكن يبقى سلاح في منتهى الخطوره، وممكن يعتبر من اعمال الحرب ضد الولايات المتحده الامريكيه، ممكن يكون ذريعه الى اتخاذ اجراءات عقابيه اقتصاديه وسياسيه. يعني ممكن تكون دوافع سياسيه اغلاق هذا الملف دلوقتي. انا بشكرك، اعتقد ان التقرير كان مريب شويه. ده حقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا، وتبقى كتير من الامور زي ما كنا بنقول قبل فاصل، احيانا تشعر ان العالم فقد صوابه، او احيانا تشعر انك لا تعرف الا العناوين الرئيسيه من المواضيع اللي يبدو ان فيها قدر كبير من الخطوره، لانه متلازمه هافانا بنظريتها، ما اعرفش بشجعكم يعني اللي يحب يدخل يدور كده ويقرا فيها هتلاقيها قصه بوليسيه لطيفه جدا مثيره للجدل. والاعراض احنا عارفين انه حوالينا كلنا موجات صوتيه، والمجال الفضاء اللي احنا شايفينه ده كله موجات، فطبعا ما كلنا بنتعرض لموجات، فاشمعنا المجموعه دي من الناس حست بالاصوات، حست بالطنين، الموجات دي اثرت عليها وعلى جهازها العصبي بالشكل ده؟ في اسئله قد يكون ملهاش اجابات، او قد تكون اجاباتها غير معلنه وما نعرفهاش الا لما بيشاء اصحابها انها تعلن.